على تركيب بوابات خاصة للأعمدة من النافورسي لتعوض البوابة المعدنية التي كانت تتعرض للسرقات المتكررة والتي كانت تثقل كاهل الجماعة من حيث مبالغ الصيانة والخطر المحدق الذي تشكله على السكان. وقد شملت المرحلة الأولى من هذه العملية 1500 عمود متواجد في الشوارع الرئيسية التي تعرف حركية كبيرة من طرف المواطنين، ولاحقا سيتم تعميم التجربة بجميع المحاور الرئيسية بما في ذلك المناطق الخضراء والملاعب الرياضية والمجمعات السكنية. فيما يخص مشاركة الجماعة في برامج تحسين أداء جماعات الترابية، كذلك في هذا الإطار وبعدما تمكن جماعتنا من الاستجابة للشروط الإلزامية ومؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني المعتمد في برنامج تحسين أداء الجماعات الذي ترعاه وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، عملت وزارة الداخلية على منح جماعة طنجة منحة استحقاق برسم سنة 2021 تقدر ب 71 مليون درهم و 565,298 درهم. سيد الرئيس المحترم، وجهنا لسيادتكم هذا الصباح كتابا من 8 صفحات كله مجموعة من الخروقات الخطيرة جدا، ونتوقف عند كلمة خروقات خطيرة ارتكبتموها وأنتم تعدون لهذه الدورة. خروقات من المفروض أنها تجعل، أو قالوا لك تجعلها الدورة باطلة ولاغية وكل مخرجاتها ومقرراتها باطلة وغير قانونية أو مشروع. قلت لهم ما فيه الكفاية. تفضل سيدي المستشار. باقي ما قلناش الكفاية، باقي ما قلناش. باقي ما قلناش. طبعا دورة غير قانونية طبعا. ملي كملوا التنظيم ديالنا نعطيوكم موقفنا من الدورة. ملي نعطيوك النقط اللي درجناها احنا كنقطة نظام، نعطيوك داك الشيء اللي سجلناه، داك الساعة نعطيوك الموقف ديالنا من الدورة. لكن قانون كاين نظام اللي كيكون هاد الشيء تاعي باش يحل لي الخطر نسمع هادي مكينه اهدر ماشي تيو زعما الدرجه ديال العام هادي بلطجه مقلوبه هادي بلطجه مقلوبه اللي بلطجه ما بلطجه هادي بلطجه هادي بلطجه داخل المجلس ماشي شغلك راه الرئيس فينا هو ما تنسيش تسجل قول هادي بلطجه هادي بلطجه واحد واحد ما كاين في البلطاجي انت كتمارس البلطاجه كيف ما لاحظتوا كان عندنا اليوم موقف الانسحاب من اشغال الدوره لاننا دفعنا بعدم القانونيه وعدم المشروعيه من خلال مجموعه من الخروقات اللي وقع فيها السيد رئيس المجلس الجماعي. خرق يتعلق بالميزانيه المتعلقه بسنه 2023، خرق ثاني يتعلق بنزع ملكيه العقار المعروف بمقبره الكلاب، خرق اخر يتعلق بعدم عرض مجموعه من اتفاقيات التعاون والشراكه اللي ترتبت عليها اثار ماليه على لجنه الماليه، مجموعه من الخروقات الاخرى قدمناها مكتوبه لرئاسه المجلس الصباح عبر مكتب الضبط. احنا بالنسبه لنا هذه الخروقات دائما كتكرر، فكان اليوم من المفروض اننا ناخذ موقف حاسم من هذه الخروقات هذه وما نكونوش جزء من عمليه خرق القانون، خصوصا القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، خاصه كذلك النظام الداخلي للمجلس. فدائما هذا العبث كان مستمر، دائما هذه الخروقات مستمره من طرف السيد رئيس المجلس، فكان اليوم من المفروض اننا نقدموا الدفعات ديالنا بعدم قانونيه هذا الجلسه وهذه الدوره ككل، ويكون عندنا موقف الانسحاب، لان في النهايه احنا نتيجه اصوات مجموعه من المواطنين، ومن المفروض ملي يكون خرق القانون نرجعوا لهاد المواطنين ونرجعوا لصفوف المواطنين. أنا تود بوحوت جوج مليار درهم في عملتي أنا عودة قلنا في عملتي المشروع ديال المجلس النائبي أنا تود بوحوت صدام زيتية حطمنا تاو مين ما تصدام ما تدحم ما تصدام حمد حشمو كسر حمد صدام حمد عبد الطيب اللهم دمك اللي كنتو مشتاشين فينا جيتو لعنا وقعنا معاكم سرنا ودرنا من يد حمد صدام بينونا وبينونا
الرجال يطيروا جينا كاجا صافي محمد الدم مات بما محمد الدم اللهم دامك احنا معاكم انتم معنا وقد يساونا اللهم ما دامك شكون اللي حاسبه كيما جينا شفتوا جينا نديروا الاحتجاج على الساكنه ديال حومه الحاج مختار وحي صدام وحمد عبد اللطيف في هذه الدوره هذه كنتمناو السيد العمده والسيد الوالي كاملين شكون ما كان يوقف معنا راه حنا مضرورين هذيك الساكنه واش حنا فما عرفتي شنو غنسمي فين حنا ساكنين حنا في المغرب اصاحبي لا تستغرب راه المغرب الحومه ديالنا صاحبي حومه صدام حمد عبد اللطيف حومه الحاج مختار كنتمناو المسؤولين يقفوا معنا بالسراء والضراء راه الساكنه والجمعيه كاملين عاد تعطي اليد شي حكايه شحال من احمده ديال الكهرباء خمس سنين وحنا كنتابعوها في الجامعه اللي مسؤول بالكهرباء خمس سنين وعندنا الادله وعندنا الاوراق وعندنا الكليزيو ما كنهضروش شفويا عندنا اللي قال هذاك الشيء كنهضروا كنتمناو العمده الوالي وقف من حالنا الله يرحمه ما كانش تشوفوا حب بقعه ارضيه سوداء من الحاويات مره مدقدقين ما كاينش ملعب القرب ما كاينش السوق القرب عملوا لنا شي حاجه جا نموذج صغير هذاك بقعه ارضيه اللي كانت دموا عليها كيقولوا دموا عليها حنا مستعدين نعطيو نتحنا المبلغ ديالنا ونساهموا مع الدوله وشكرا لكم وشكرا للصحافه راه والو قال لك الناس على الملكيه كنسمعوا الرياضه دعمك كنسمعوا الوسط الاجتماعي يرتاله اللي كيمشي للاسعار كيركبوا الضوء اللي كيمشي كل شيء واهمي قال لك ممنوع يدخل انا عادي ندخل وسأنادي من عزيمة مدينة طنجة يا بني أوصيك ببلدك العادم ما بين بحرين الأبيض المتوسط المحيط الأطلسي حافظ عليه تاريخيا وجغرافيا من طنجة إلى الكويرة ما بقاوش يدوخونا هنا عايش الملك